أسعد أوقاتكم مشاهدينا الأعزاء ومشاهداتنا، صوما مقبولا وإفطارا شهيا إن شاء الله. نواصل معكم في برنامج بتحداك وتحديات جديدة مع شركة البريق للمنظفات، ولا ننسى السائل الأهم والأكثر بالتأكيد دائما وأبدا مبيعا في السوق الفلسطيني سمارت، وما شعاره الدائم نقطة وبس. رح نحكي أكثر عن هذا السائل لأكثر نعومة لليدين وأكثر رغوة وأكثر توفير والمزيد المزيد في التحديات مع البريق. ستكون هذه المرة من محافظة قلقيلية ومع هذه المجموعة من المواطنين الرائعين. خلونا سوا. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. سؤالنا بيقول في هذا اليوم، صوت الكلب اسمه نباح، تمام؟ نعم. وصوت الحمار اسمه نهيق أجلكم الله، تمام؟ نعم. ما هو الحيوان الذي لا يصدر صوت أبداً، ملوش صوت؟ هاي أنا زيك يعني استغربت لما سمعت السؤال. والله ما بعرف. ما بتعرفش؟ عبدنا نربحك، حاول هيك شوي. حيوان ملوش صوت؟ ملوش صوت. من مرة؟ بالمرة ولا ندفع. طيب الأرنب؟ لا. غزال؟ لا للأسف. طب نشوف هنا، نحول. مشكور جزيل الشكر، يسعد أوقاتك وكل سنة وانت سالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. يسعدك. تعرفنا عن نفسك. معاذ. طب معاذ، بس إذا ممكن أكيد إحنا بدنا نشارك معك في برنامج بتحداك، جاهز لتتحداني؟ تفضلي. يلا. طبعا برعاية شركة البريق للمنظفات. معاذ السؤال بيقول، صوت الكلب نباح تعرف بتسمع فيها، وصوت الحمار نهيق، ما هو الحيوان الذي لا يصدر صوت أبدا؟ لا مش صحيح. غيري لنا السؤال. يعني هو هيك السؤال، حاول شوي أعطي إجابات. طيب معاذ صعب شكلها. طيب شكرا معاذ. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. بتحداك إذا بتعيد هاي العبارة 5 مرات صح وبسرعة. جاهز؟ جاهز. يلا. خميس خمش خشم حبش. خميس. لحظة ما خلصتش. خميس خمش خشم حبش، وحبش خمش خشم خميس. شو بعرفني؟ هاي طويلة. هاي طويلة؟ طيب يعني عيدها بس جزء، نصها. خميس. أيوة. خمس. أيوة. جزء. غلط. خميس خمش خشم حبش، وحبش خمش خشم خميس. يعني مصطفى كنت حابة إنك تفوز، بس معاذ غششه بالسؤال الأولاني. طيب تعال، يسعد أوقاتك. أهلين. كيفك؟ تمام. تعرفنا عن نفسك. إسلام. إسلام، أول شيء بس تيجي لهون يا إسلام. إسلام بتحداك، حابب تتحدى؟ تعيد العبارة اللي بحكي لك إياها، عيدها 5 مرات، تمام؟ طيب. العبارة بتحكي خميس خمش خشم حبش. عيدي. خميس خمش خشم حبش. خميس خشب خشب. غلط. خميس خشب حبش. أنا. يعني غير العبارة كلياتها. إجمالا إحنا مكملين. السؤال بيقول، تعال لهون يا جماعة الخير، ابعدوا خلي ياخد راحته. يلا تعرفنا عن نفسك. يوسف. كل عام وأنت بخير مناسبة الشهر رمضان. وأنت يوسف بدك تعيد. خميس خمش خشم حبش، وحبش خمش خشم خميس. شو بدي احفظها هاي؟ طب احكي جزء منها. تعال جزء منها بس، نصها. تعال لهون، عرفنا عن نفسك. محمد. محمد جاهز تتحدانا؟ جاهز. يلا. العبارة بتقول، انا بديش اعطي، بدي تعطيني النصين، بدي بس نص واحد منها. تعيدها 5 مرات. خميس خمش خشم حبش. خميس خشم خشم حبش. خميس خمش خشم حبش. لا كلياته ولا واحد صح. وين بدنا تتحدانا صح يا جماعة الخير؟ شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
برنامج بتحداك برعاية شركة البريق للمنظفات. جاهز تتحداني؟ تفضلي. طيب السؤال بيقول: أكلت فول وفلفل وفلافل تنت فلفلت، كم فاء في ذلك؟ أكلت فول وفلافل وفلفل وفلفل فلفلت، كم فاء في ذلك؟ فول. انت اخو هشري جاوبت. جاوب اخوي عندي. سبعة. لا لا لا، يلا نشوف. شوف عمار، اهلا، الله يعافيك. انتصار من السالفة. عمار، سمعت السؤال: اكلت فول وفلفل وفلافل تنت فلفلت، فكم فاء في ذلك؟ تغشش. لا لا والله ما كم. يلا في ذلك ولا واحدة. الله عليك، صحيح. كيف 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 لأنك انت بتقولي كم فاء في ذلك، في كلمة ذلك كم فاء؟ فيش ولا واحدة يا عمي. هاي الحلويات والأجواء، التحضيرات رمضان جاي 100%، وأهل قلقيلية يعني رائعين. يسلموا يسلموا هادي، يسلموا يسلموا، شكرا جزيلا. حلويات الباشا مشكورين طبعا في محافظة قلقيلية. ربحت من شركة البريق للمنظفات، شو بتحب تحكي لهم؟ الله يجزيهم الخير ويشكركم ومزيد من التقدم وللأمام، يعني زي ما كل سنة وانت سالم. وانت سالمة بالصحة وبالسلامة. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. سؤالنا بيقول في برنامج بتحداك برعاية شركة البريق للمنظفات كالآتي. السؤال بيحكي: أتحداك إذا بتعرف إيش هو الحرف الوحيد الذي لم يتم ذكره قط في أسماء السور في القرآن، شو هو؟ شو هو الحرف الوحيد اللي لم يتم ذكره أبداً في أسماء السور القرآنية؟ الحرف؟ طيب نحول هون. مشكور، مساء الخير. بس تجي لهون أغلبك. كل سنة وانت سالم بمناسبة حلول شهر رمضان. انتو سالمين. عرفنا عن نفسك. أحمد جايد القلقيلية. طيب برنامجنا اسمه بتحداك برعاية شركة البريق للمنظفات. جاهز تتحدانا؟ تفضلي. السؤال بيقول: إيش هو الحرف الوحيد الذي لم يتم ذكره قط في أسماء السور القرآنية؟ أعتقد حرف الضاد. حرف ضاد؟ لا مش صحيح للأسف الشديد. لا مش صحيح. إحنا يعني كنا، لا السؤال واضح، في حرف واحد في الأحرف، في سورة قاف. إذن في حرف، في حرف لم يتم ذكره أبداً أبداً. الباء. لا مش صحيح. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. برعاية شركة البريق للمنظفات، سؤالنا بيقول: إيش هو الحرف الوحيد الذي لم يتم ذكره أبداً في أسماء السور القرآنية؟ إيش هو؟ حرف واحد وصعب. ضاد. لا. طيب تعال تعال تعال، إذا أنت بتجاوب بس يعني فكروا فكروا في الموضوع. أو شي عرفنا عن نفسك. ماهر. ولا بس تخلص أكل. ماهر داود. ماهر، تعال قريب يا ماهر. طيب ماهر، إحنا برنامجنا بتحداك، بدي أتحداك في السؤال: إيش هو الحرف الوحيد الذي لم يتم ذكره أبداً في أسماء السور القرآنية؟ الإض. الله عليك، شفت كيف جاي باكل من بعيد وبحكي الإض. الضا. الضا. لا أنت حكيت الضاد. الضا. ماهر فاز معنا من شركة البريق للمنظفات. ماهر بس تقرب شوي، شو بتحب تحكي لشركة البريق؟ إن شاء الله ربنا بيفتحها معهم وبالتوفيق والنجاح إن شاء الله. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. في أسماء صور في القرآن الكريم سميت بأسماء الحيوانات زي البقرة والعنكبوت، بتحداك إذا بتعطيني أسماء ثلاث صور على أسماء الحيوانات، كمان ثلاثة. عندك سورة النمل. أيوة. وسورة النحل. أيوة. اللهم صل على سيدنا محمد. حرام ما تكسبش. وعندك البقرة عدتيها أنت. حكيت أنا البقرة والعنكبوت. والعنكبوت. صحيح. أنت حكيت النمل والنحل. ياها. يلا يا في أحمد. خيارات في ثالثة. عنجة هي سورة النمل وسورة النحل. شو يا شباب علقت مع الثالثة؟ أساعدك. أها. سورة الفيل. الفيل.
احمد ربحت معنا من شركه البريق للمنظفات، وكل سنه وانت سالم. شو بتحب تحكي لهم؟ كل الاحترام لهم، وان شاء الله انه الله بعطيهم بزياده، وانهم يراعوا ظروف الشعب ويحطوا بعين الاعتبار يعني انه الوضع ماساوي جدا، يعني شو بيقدروا يساعدوا يدعموا المواطن يدعموه. اكيد، ودائما اللفتات الانسانيه موجوده من شركه البريق، وربحت معنا من شركه البريق للمنظفات، الف الف مبارك. اذا في هذه اللحظات احنا مشوارنا في محافظه قلقيليه بالتاكيد متواصل، وإياكم والمزيد دائما وأبدا في برنامج بتحداكم، نتحداكم جميعا في أسئلة وفي عالم النظافة لا يتحدى إلا فقط البريق سمارت نقطة وبس، سائل الجلي المميز، أكثر رغوة، أكثر توفير، وأكثر نعومة لليدين. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم ولقائنا، ولا بد وأن أحيي زميلي من وراء الكاميرا، الزميل عبود زغلول، والزميل أيضا في المساعدة هيثم الصباريني، وأحييكم في هذه اللحظات من أمام الكاميرا أنا وفاء زيدان، في أمان الله.